وكذلك ما كان من نسيبة أم عمارة رضي الله عنها فكانت تقاتل بسيفين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قطع عاتقها بالسيف وهي تحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبتت في من ثبت عندما انهزم الناس. وكذلك ما حصل لأبي عبيدة عامر بن عبد الله بن جراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة، فإنه لما أصاب ابن قميئة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فدخلت حلقتان من المغفر في جبينه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، أكب عليه أبو عبيدة بن الجراح فحاول إخراج هاتين الحلقتين بأسنانه فأخرجهما وسقطت ثنيتاه، فلقب ساقط الثنيتين من أجل ذلك.